سعد سعد انت يا ولد يا اللي اسمك سعد يا ابني، احنا بقينا الظهر اصحى. بقى يا امي حرام عليك يا امي، ده النهارده يوم اجازتي وده اليوم الوحيد اللي انا بنام فيه. ايه تنام ايه؟ انت ناسي الليله دي فرح اختك؟ ايوه الكلام ده بالليل مش دلوقتي. ما احنا يا حبيبي لازم نجهز من دلوقتي عشان ليله اختك ان شاء الله كده تطلع اجمل ليله في الدنيا. ايوه انا جاهز وزي الفل، اجهزوا انتوا بس وانا كل اللي عليا هنط في البدله وهحصلكوا. سيبونا انام. استنى بقى، ومين بقى اللي هيزوق عربيه اخته بالورود الا اخوها حبيبها سعد؟ هو مش في سواق؟ وبعدين ايه لازمه الورود اصلا؟ انت شايف ايه يا ابو الذوق المفهوميه؟ انت بتحرجيني يعني؟ بحرجك. ماشي، لعلمك بقى بنتك دي هيتعمل لها اجدع بوكيه ورده عمل لعربيه في بر مصر كلها. المفاتيح اهي، ابوك خد العربيه الصغيره وساب لي العربيه الكبيره. يلا بقى وريني شطارتك. ماشي ماشي يا عسل. الو، ايه يا حبيبتي؟ لا مفيش، انا بس صحيت متاخر راحت عليا نومه وماما دبستني في ان ازوق العربيه. لا اجهز انت وطنط وانكل وانا هعدي عليكم اول ما اخلص تزويق العربيه. هسيبها للسواق واجي لكم على طول. لا مش هتاخر مسافه السكه. بقولك بحبك. يلا لا اله الا الله محمد رسول الله. باي يا ماما. ايوه يا روح ماما. يا ماما خلص يا ماما، هنلحق على الكوافير، شهد ساعتين وجاي ياخدنا. حالا يا حبيبتي، هكمل مكوه القميص بتاع بدله ابوكي وننزل على طول. يا بابا يا بابا، ممكن تيجي تكوي قميصك لو سمحت، هنتاخر على الكوافير. لا دي مش شغلتي، انا هنا راجل البيت، يعني اشخط وانطر وزعق مش اكوي. على مهلك يا ابو رسل، هيتقلك عرق يا راجل. انا ما بهزرش دلوقتي، امك وقميصك لحسن احلف عليكم انا رايحه. لا انت هتتحكمي فينا، اكمنك اتخطبتي الوقت ابن الزواج حبتين. لا يا روشة يا حبيبتي، علشان خاطري ده فرح حلاوي، وانا نفسي اشوف البوفيهات بتاعت الفرح العلاوي عشان خاطر امك يا حبيبتي. يبقى يقوم يكوي القميص. خلاص هاكوي. اي اوامر تانيه؟ ايدك على 200 جنيه. ليه؟ حقك وافر ليا انا وهي. ليه يا راس بكام دلوقتي؟ راس ايه يا راجل؟ هو احنا في مصمت؟ وانت عايزه تتكفري باماره ايه؟ هو انت عندك شعر؟ بره من نفسي؟ لا بلاش حكايه نفسك دي، المعاش على بيخلص واللي موجود يا دوبك يكفينا لاخر الشهر. خدي خدي يا غشوش 100 جنيه اهم. طب وانا؟ حل عني بقى، انت عايزه تتكفري وتقلعي الحجاب، عايزه تجرسيني ليه؟ هو انا كيس كوافه قدامك؟ يا ريت يا اخويا كان يبقى لك فايده. ايه ده؟ ايه الاحتشاد ده؟ يا نهاركم كوبيا؟ ايه؟ في ايه؟ ايه اللي حصل؟ يا خبر يا نهار اسود، اشيك قميص عندي اتحرق. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. الف مبروك يا حاج. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. معقول يا حاج تيجي المحل النهارده والنهارده فرح بنتك؟ انا قلت عادي اشوف الطلبيه جايه امتى. انا كلمتهم وهي في الجمرك جايه بكره ان شاء الله. تمام طبعا، كلكم معزومين الليله على الفرح. الف مبروك يا حاج، وربنا يتم بخير. ربنا يتم بخير يا حاج. هات القهوه بتاعتك. مساء الخير حضرتك. اهلا بيكي. انا كنت جيت واشتريت منكم الشنطه دي، وبعدين بصراحه مش عاجباني، ممكن ارجعها؟ فتره قد ايه كده يعني؟ هي فتره طويله شويه بس مش فاكره بالظبط. معاكي ايصال الدفع؟ هو كان معايا بس يا خساره ضاع. اسف ما اقدرش استلمها منك الا بايصال الدفع. يعني ايه ما ينفعش تستلمها مني؟ هو انا جاي ارمي بلايا؟ بقول لك الشنطه دي اشتريتها منك، خدها واديني فلوس يا سيدي. في ايه يا ثروت؟ ايه الزعيق اللي عندك ده؟ انت مزعل هانم ليه؟ خير يا هانم؟ الهانم عايزه ترجع الشنطه ديت، معهاش ايصال الدفع. وريني الشنطه. فعلا دي شنطتنا. شفت؟ مش قلت لك؟ حاجتنا بتاعتنا في اي وقت، لانها بنت ناس ومتأصلة. خلاص خدوا حاجتكم وهاتوا فلوسي. رجع لها فلوسها، احنا بنشتري زبون مش بنبيع شنطه. انا متشكره قوي يا حبيبي. على فكره احنا جاي لنا تشكيله حلوه قوي كمان يومين، ممكن تعدي تتفرجي يمكن يعجبك حاجه. ان شاء الله. شكرا. ده الكارت بتاعي طبعا، في نمره المحل، اتمنى اسمع صوتك
عشان تبقي زبونتنا على طول. هيحصل. سلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنستي وشرفتي. صباح الخير يا سيد الرجال. رقيتك واسترقيت ومن عين الحسودين حصنتك وحميتك، يجعلك في كل خطوة سلامة ولعدوينك ألف ندامة. يا مختار يا ابن كوثر، قدر يا كريم. خلاص بقى يا سماحة، البتاع ده وجعلي صدري. حالا هطفيه حالا يا حبيبي. يلا حبيبتي جهزي الحمام بقى عشان الحق فرح اختي. كان نفسي اكون معاك في ليله زي دي واتبهى بيك وسط الناس. معلش يا سماحه، انا عارف ان جوازنا محكوم عليه يفضل في السر لحد ما الاقي يعني طريقه اقدمك بيها لاهلي. عارفه ان وجود ابويا في السجن حرجك ومقصر رقبتك. انا مالي بابوكي، انا ليا فيك انت يا اطيب واجدع واحلى بنت يا ست البنات. ربنا يجبر بخاطرك زي ما انت دايما مجبر بخاطري. طب ما تجبري بخاطري بقى وتروحي تجهزي الحمام وتلاقيه فين. من عينيا، غالي والطلب رخيص، حالا هيكون الحمام جاهز. تعيش يا سموح، ده الجواز اللي على حق بصحيح. يا هنيه الله، راحت فين الست دي يا هنيه؟ اهلا اهلا اهلا. ازيك يا قمر؟ ازيك يا حبيبتي، وحشتيني. ازيك يا تيتا؟ ازيك يا روح تيتا، انت فين؟ وحشتيني قوي. ازيك يا هدى؟ ما فين اشرف؟ اجدع سلام على طول السلام لاجدع ام عروسه في الدنيا، واجدع سلام لاجمل واجدع ضابط في الدنيا. استنى ما نشوف طنط هتاخد بالها ولا لا. اخد بالي من ايه يعني؟ مش شايفه اي حاجه متغيره خالص؟ في ايه يا اشرف؟ مش شايفه حاجه. ركزي يا ماما شويه، ركزي شويه ارجوك. يا حبيبي يا اشرف، رقوق وبقى اصغر رائد في سجون مصر كلها. الف 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 مبروك يا رب، كده عبال ما اشوفك لو قد الدنيا دي كلها. الله يبارك فيك يا ماما، في حياتك ان شاء الله. قولي لي فين العروسه؟ بتجهز نفسها عشان كوافرها على وصول دلوقتي. عمر ايه رايك نطلع نشوف طنط نوره بتعمل ايه؟ استني يا ماما، تيتا فين الرز اللبن بتاعي؟ حالا يا حبيب قلبي، يكون عندك يا عينيا. انت تؤمر؟ انت يا جدع مش هتبطل فجح، اصبر شويه ناخد نفسنا وبعدين هناكل رز بلبن، ما تقلقش. ايه يا اشرف، سيبه بالهنا والشفا يا اخي. ما تخلينيش اقول لتيتا اللي انت اكلت الرز اللبن بتاعي. شيل ابنك، انفضحت مش هتعرف تتكلم. يلا يلا يا عمر نطلع نشوف نوره. يلا كده كده برضو يا اشرف، مش هتبطل الحركات بتاعتك دي، تاكل الرز بتاع عمر. يا ماما كانوا لوحده. يا ماما انت بتصدقي برضو الواد الفضحي ده؟ يا مرحب يا مرحب بسياده الرائد اللي مشرفنا ورافع راس عيله ليل في السما دايما. عيله ليل مرفوعه باسمك دايما يا حاج. انت عرفت امتى يا حاج؟ ده انا لسه عارفه حالا. لا معلش بقى، انا جاني الخبر طازه بالتليفون من سياده الرائد شخصيا. بس انا جيت لك برضه يا ماما وقلت اعملها لك مفاجاه واقول لك. ربنا يخليك لي يا حبيبي ويعلي مراتبك كمان وكمان. بعد ما هو طول عمرك ابنك اللي متربي في حجرك جالك بنفسه عملها لك مفاجاه، انما انا حيالله كلمني في التليفون. يا حاج ما تاخدنيش في دوكه، ما انت برضه عرفت الاول وبعدين ده ليه حساب تاني. ماشي احسب براحتك. هي يا دوب حته عربيه صغيره موديل السنه بدل عربيتي اللي كحكحت دي. بس كده غالي والطلب رخيص، عينيا الاثنين. اختار العربية اللي تناسبك وانا رقبتي سداد. عندنا كم اشرف يا واد؟ ربنا ما يحرمنا منك يا حاج. تسلم ايديك يا حاجة حلوة يا مقطقطة انت. يكرم اصلك يا حاج، احنا خلاص بقى كبرنا على الحاجات دي وبقينا جدود يا راجل. فاشر اوعى اسمعك تقولي كلام زي ده ابدا. طب ايه رايك بقى احنا بعد ما نجوز البنت ونطمن عليها هاخدك واسافر شهر عسل في اوروبا. نفسي اشوفك بتتكلم انجليزي يا حاج. ايه اتكلم انجليزي واوروبا مره واحده؟ لا يا اخويا، انا كفايه عليا العمره بتاعت كل سنه دي عندي بالدنيا كلها. انا يا حاج عاوز ابسطك. ربنا يخليك، انا انبساطي كله انك انت تبقى سعيد ومبسوط. ربنا يخليك لينا يا رب. ويخليك ليا يا حاجة حبيبتي. يا قمر بقولك ايه، ما تيجي نتاخر شويه عن الفرح. ايوه يا سعد نازلين حالا. يا
يلا يا جماعه بسرعه، سعد مستني في العربيه من بدري. يلا يا حبيبتي. بتعمل ايه؟ بتعمل ايه؟ بقفل الباب بالقفل. ايه مش شايفه؟ على اي حصر احنا حالتنا حاجه، ده الحرامي لو دخل بيتنا هيحط لنا فلوس. مش عايز يحط لنا فلوس. وطوا صوتكم يا جماعه مش كده. على رايك سيبينا من الهم ويلا نفرح. رايحين فرح اخت البيت، عريس بنتي في الفندق. الف مبروك عقبال رشا يا رب. ان شاء الله يا رب.